وجدت يا أخوة حديثنا عن الديكسن تغلب عليه العاطفة. العاطفة أتت من وين؟ أتت من أنه فعلا إحنا نجحنا مع الديكسن، وصارت هكذا الديكسن معشوقة لنا، ونظام الديكسن يعني نظام منعش. على سبيل المثال مع الديكسن أنا سافرت يمكن 30 دولة أو أكثر، 30 دولة في العالم سافرتها مع الديكسن مجانا، مش عدد مرات السفر. سافرت فقط إلى الهند 17 مرة مع الديكسن، فقط إلى الهند، غير سفري مع دول الخليج كل دولة يمكن فاق 15-20 مرة. ولكن كدول رحت استراليا، رحت سنغافورة، رحت ماليزيا، رحت اندونيسيا، رحت اليمن، رحت كينيا، رحت اثيوبيا، يعني اكثر من 20-25 دولة.